حوادث النجوم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إيفانكا ترامب تعرض $1,000,000 لمن يستطيع التخلص من هذه الصور نهائيا. انتشرت على فترات زمنية متباعدة صور كوميدية جدا لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب تتمنى أن تختفي، حيث كان بعضها محرج جدا لأنه التقط فجأة دون أن تنتبه. إليكم بعض الصور التي نذكرها. أنها صور لا تبدو فيها جميلة للغاية، وهذه صورة مع والدتها. أنها كانت في صباها جميلة جدا، ولا أعلم ما سر وراء هذه الصورة وماذا تجلس. وهذه صورة أخرى لترامب يضع يده في أماكن غير لائقة. وماذا يرون هنا؟ لا أعلم. وما هذا الذي في يدهم؟ أنه طين أسود. وما هذه الصورة الملفتة للنظر؟ وهذه الصورة تثير الغرائز. الرسوم مختلفة وشتى، ولكنها محرجة للغاية. وهذه الصورة أيضا لا أعلم ما هويتها. أنا اختلاف واضح بين الصورتين. في النهاية، هل هذه الصور تليق بابنة رئيس أمريكا؟ اكتب شيء لائق في إجابتك يراها الملايين. اشترك من هنا.